أشرف وشيرين طارق. احنا تبع دكتور البنا هندسة عين شمس. احنا عملنا البروجكت بتاع البورتكس فاونتن. المفروض ان هي فاونتن بس بتلف في دوامة. اللي تحت ده عبارة عن خزان المية، جواه بامب بتطلع المية لفوق، الخرطوم ده بيدخلها بيلففها في دورية، والهولة اللي في النص دي هي اللي مسؤولة عن الدرينج وهي اللي بتعمل البورتكس. بتنزل في الأفران دي اللي تحت الزلط، وبتنزل تحت هنا تاني، والبمب بيطلعها فوق. Thank you.